قضى الإسبان أمس الثلاثاء ليلة حزينة بعد فشل منتخب بلادهم في التأهل إلى ربع النهائي كأس العالم 2022 عقب تألق لافت للمنتخب الوطني المغربي الذي ألحق بأصدقاء سيرجيو بوسكيتس هزيمة تاريخية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بعد وصول الفريقين إلى ضربات الترجيح. ولم ترحم الصحافة الإسبانية آلام ودموع لاعبي منتخب لاروخا، حيث تصدرت التعليقات القاسية عناوين الصحف التي رأت في هزيمة الثور الإسباني نهاية العالم وإهانة وتراجعا إلى الخلف في وقت كان الجميع يرشحه للذهاب بعيدا في هذه التظاهرة العالمية. ووجهت صحيفة لابانورادية الإسبانية انتقادات لاذعة لمنتخب بلادها الذي علق في الشبكة العنكبوتية المغربية منذ الدقيقة الأولى على حد تعبيرها ضمن مقال تحليلي لأداء منتخب لويس إنريكي. ووصفت صحف أخرى الإقصاء المرير للمنتخب الإسباني على يد أسود الأطلس بالضربة القاضية التي أطاحت بكل الأحلام والآمال الإسبانية، فيما خصصت صحيفة آس مقالا ضمن عددها الصادر اليوم الأربعاء للحديث عن توجه الاتحاد الإسباني لكرة القدم نحو الاستغناء عن المدرب لويس إنريكي، حيث أرفقت المقال بصورة له وهو يضع يديه فوق رأسه تحت عنوان عريض قضي الأمر، مشيرة إلى أن إسبانيا تغادر المونديال بركلات الترجيح عقب استحواذ يصل إلى حد الملل وتسديدات نادرة. أما في الشوارع الإسبانية حيث رفعت في الأيام الماضية صور دانييل أولمو وماركو أسينسيو، شكلت الصدمة والحزن قاسماً مشتركاً بين السكان الذين ذرفوا الدموع الساخنة غير مصدقين سقوط منتخبهم أمام كتيبة وليد الرجراجي. وقال أرتورو وهو مشجع إسباني متحدثاً لميكروفون إحدى القنوات العالمية: أشعر بالحزن والمرارة ليس فقط بسبب الخسارة بل أيضاً الإقصاء، هذا أمر مختلف، هذا أمر لم أشعر به من قبل. وعنونت الصحيفة الماركا دي سبورتيفا: إنها نهاية العالم يا سادة، وداعا مونديال قطر، معتبرة ما جرى بمثابة صفعة كبرى، وأضافت: هناك ما هو أسوأ في الحياة، لكن في هذا السياق يصعب هضم ما حدث في مباراة الأمس، إنه تراجع إلى الوراء. فيما كرست صحيفة أخرى صفحاتها للحديث عن المسار الاستثنائي للحارس العالمي ياسين بونو الذي أشهد أحلام الماتادور الإسباني بتدخلاته الخرافية، مشيرة إلى تحدثه بأربع لغات: العربية، الإسبانية، الفرنسية والإنجليزية. كما عبرت عن انبهار الجميع بالمستوى الرائع الذي قدمه خلال المقابلة الأخيرة، مستحضرة في الوقت ذاته الأداء المبهر الذي يقدمه أيضا مع ناديه إشبيليا ضمن الليغا الإسبانية وفوزه بجائزة زامورا لأحسن حارس العام الماضي، قائلة: هو أول من يفوز باللقب بأقل عدد من الأهداف في تاريخ إشبيليا. وأضافت الصحيفة نفسها أن بونو الذي صد جميع ركلات ترجيح المنتخب الإسباني أثار غضب بعض اللاعبين الإسبان مثل أويارزابال أو موراليس أو غوسيلو، متسائلة إن كان منتخب لاماتادور ومدربه إنريكي لم يتم تحذيرهما من خطورة بونو من قبل. فيما بدأت وسائل الإعلام الإسبانية الأخرى بتقييم الأضرار النفسية والاقتصادية التي خلفها هذا الإقصاء غير المتوقع في بلاد يعشق سكانها كرة القدم وتعد بطولتها المحلية واحدة من أبرز الدوريات العالمية.